أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف عليه رحمة الله: وصية أبي عبيدة بن الجراح. أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه وصية ديسي أما دردارن كيسي. أبو عبيدة ديوان كان قرن هينو من العشرة طبعا كي جنادة لغو بشاري أيو كم بذها عليه رحمة الله ورضي الله تعالى عنه. علماء التاريخ دون وحيكو الشيغان إنو وهان نحيفها وويدها ودير نقر قرح بذن لها عليه رحمة الله. من فضائله إن مالك غزوة أحد نبي عليه الصلاة والله والسلام هو داوي عسوق قاري نبي براء قرجر كيسا وحلق قصو صارا لواي مركا لبدي أفكي سؤولة تغي مركا إلكي سوق قصو صاري مركا لبدا فول باكا داي مركا علماء الحيرون جنين لما أرق قف يعني أفلا أما الكلام كقروح بدنتي أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه صحابيا إن آثر النبي عليه السلام يا إسلامك يا دينك وحكدر بدأ وحكسته وغزوة بدر يا كهري من بهيد أبيه أنا كوك أبيه يا دينتي نقطي أكيد أبيه ديلك كده منافقين تكده عيدينا وكإلهي جل وعلا قرآن كسود جيي أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. مركز صحابي رضي الله تعالى عن وحياله عنك الله صحابة كلا لدافي ودى زيادة كسيها وحكم بها حسن الخلق من أحسن الناس خلقا هي تواضع قصتنا كله وانسوار دافنا سيقي صحابي وانك إمارات اسكو قبتانين واسكو وقد أيو فراهك قاضي. فالصحابي رضي الله تعالى عنه ان يقويس كودبا ان واد وي دبر غين يعني واحد تفير او كهدي اسغي ولالدي يقويس كود اودن ما جيرو ان كل طاعون كن و كو دنتي ان سو دافني وقتي عمر دعي دردارن كيسي. عن سعيد بن المسيب قال الحر لما طعن مركو طاعون كي كو دعي ابو عبيده في الاردن وطن كان اردن ليره هذا ما انتبا دعا من حضره من المسلمين بويري وقال وحيري إني موسيكم حريدن كدر دار ميا بوصية در دارا إن قبلتموها هنداذي قاق بشان لن تزالوا بخير ولقين خير كزولي ميسان خير كاسوا محو در دار ميا يقيموا الصلاة وصوموا شهر رمضان وتصدقوا وحجوا واعتمروا وتواسوا خير كان يسود دردارما وانصحوا لأمرائكم تذكى مدح ذاها يا أمير هذا هنا النصحية ولا تغشوهم خيامنا خيانها كل عدق منا خيام ذو محي إن واكن شيخ حقه سكو قبتي إن وحان مصلحة كجر هاوشيقنا وحيدا امن سنين او ذن عقيده سنين هذا ضو شيكتنا فانت خاين وحق الهي كوغو اغي هاي اون لا كلا كلا هذا ولا تلهكم الدنيا ادونكنا ايونا ان لهو اذن كردن فان امرا قف لو عمر الف حول كن سنه هذه قف لعمر سيو ما كان له بد لقوا مرمان وحننك او اها من ان يسي ما كان له بد يعني مفر مجرو يعني كعرر من ان يسير الى مصرعي هذا الذي ترون كن سنقف هدو جرو ان جبكا يا حنونكا يا جيريد ما انت ايقو تيميد ميل او كم مراي مجرتو كن سن هدا جرتو ما انت سيدا انا هاي او كدن بيدنا وقفك ما كان له بد قفك يعني كعرر ملي من أن يسير إلى مصرع الذي ترون
إن الله تعالى كتب الموت وحكو قري على بني آدم بإلهي كو قري جيري بإلهي كو قري فهم بني آدم كم ميتون وردمن هيان إفا أكيسهم كأعقل بدن بني آدم كوائيو أطوعهم لربي وكإلهي يعني أغطى عبدا وأعملهم ليوم معادي مالك النقد كيسنا أعمل فلي أغ والسلام عليكم ورحمة الله يا معاذ بن جبل صلي بالناس تذكر تجيب يري كذبنا فارقد روحه تي إلهي أيا أتي مذنفتي وكبحذي عليه رحمة الله كل معاذ بن جبل نضل يروها لكن وحي أقدم وامحي ولعلمي علمي وكان سيد العلماء صلي بالناس ثم فارق الحياة ومات رحمه الله فقام معاذ باكعي في الناس فقال حري يا أيها الناس توبوا إلى الله إلهي أسو نقضى من ذنوبكم دم بقين إلهي أسو نقضى فأيما عبد يلقى الله تعالى أدون كستو إلهي لكلما تائبا من ذنبه سوى دم بقيسي كسو نقضى إلا كان على الله حقا أن يغفر له من كان عليه دين قفك الدين لقوله يهيو فليقضيه دينك هايسك بحيو قفك الدين لقوله يهدين بحي فإن العبد أدونكم مرتهن وحو الرهام دينيه آخر بديني دين كيسي ودي أدونك الرهام دي حلالات جرتها دي الرهام دي قفكم مقاطة إلا وحي الرهام دي أولي مادو قفك مرك الدين لقوله يهي دي جنة قلي ميسد marka deynku waa wax culus inaku wada dadanahayna aad baan u yareysana deynka alal aqall ugu yaraan bal si loo ogaado deynka lagu leeyahay ha ku qornaado dadka agdhow sida maxaan ku raadada dhaaskaaga iyo asxaabtaada iyo dadka ku kalsoon tahayna ha hayaan warka degdeg buu kugu timaada ka warna warna aan laga haynin wax lagu leeyahay wax kale aakharna aad u xil xiranta jannada wax xil xiranta deynka ay u leeyahay awgi marka deynku waa wax culus qofka dabahay way ku iman kartaa uu qaadan kara deynka laakiin inaad bixinayso waa inaad niyiisan tahay niyaduna dambahan oo khayaale waa si dab ah inaad u niyiisan tahay inaad bixiso ficilan haddii la wax ku soo galiyna waa inaad bixiso ugu yaraana waa in la og yahay bal waxa lagu leeyahay uu ku qoran tahay islaantaadu og tahay qofkan maxaan ku daa asxaabtaadu ay og yihiin haddii ba tiila intay degdeg ku timaado adoon lagu ogeyn ba ka baxdo meel loo noqday waa inay jirto fa inal abda adonkum murtahanun wuxuu u rahaamadan yahay u xabisan yahay aakhira bidayni waman asbaxa minkum muhaajiran qofkii gooyey ee ka hijrooday akhaahu walaalkii falyalqahu hala kulmo falyusaalixu hali heshiiyo qaiica hadday jirto dad kala go-an oo intay wax dhex mareen kala hijroodayna ha isla heshiiyaan walaa yanbagii limuslimin an yahjura akhaahu akthara min thalaathati ayaam saddex maalmood wax ka badan inuu qof qof ka hijroodo ma banaana hijrada aan banaanaynina waa tee waa hijrada adduunye laysku diiday laakiin haddii qofkan diin daraaddeed aad uga hijrootay waa faasiq mathalan ama waa daalim ama sabab diinida dad ku nacdo kaa isaga dembi ma ah in duunya dad ka maqnaato ee waxa la diidan yahay waa hijro iyo qaiica iyo go-doomin laba qof oo isgooyey oo kala duday sababtuna ay tahay maxay adduunye ay tahay taasna saddex shay wax ka badan banaanayn ayuha almuslimuun buu yiri mucaad qad fujictum birajulin nin ayaa maanta yaan ku argagaxnay yani geerida abu cubayda ibnu jaraax radia allahu tacaala canhu fujictum birajul ninkan geeridiisa faajican ka qaadnay argagax iyo walwal qad fujictum birajulin azcumu anii maa ra'aytu maada xagga dambe la gelin meesha taqdiim taakhiir baa ku jira azcumu waxaan sheegayaa anii maa ra'aytu inaana arag cabdan addoon abara sadran laabtiisu yaani ay ka baarisan tahay ka wanaagsan tahay walaa abcada min alghaa'ila fasaadna uga fog ma arag walaa ashadda xubban nin uga kalgacayl badanna ma arag lilcaamati caamatu naaska
عامه الناس كو يعني وحو جعلان كني وهذا يجر اختلاط الجري ودحفريسن جري واصحاب لها عامه الناس تتكب السطدة مساكين تها انت بدن عامه الناس كا اسكه منصب يو مال يو جاه مدنا ان لو شيغينن دلكاس واصحاب لها ولا اشد حبا للعامه ولا انصح منه نن كان ناسحسن او خيانه او فغنا ما انا ارغي فترحم عليه الهي نحريس ويديا او واحضروا صلاه عليه صلاه الجنازه ان كنت كن هيننا سو حاضر ايوري وقدبدي ومعاد الجبل كجيديي غيريدي كتيمد ابو عبيده بن الجراح رضي الله تعالى عنه كذا في الرياض النضره في مناقب العاشره لمحب الطبري سيره الخلفاء dadkii khulafada ahaa ee umarada ahaa siiradoodii yani noloshoodii iyo tariiqadoodii iyo wal umara dadkii umarada iyagu de sameeyeen ay si cayimeen ay si wakiisheena bal qaabkeebay u noolaayeen madadun waxay inda fursadan ka faa'iideystay oo dunyo uga faa'iideystay in xilkan markay qabteen iyo markay ina qabaanin maxay iska bedelay قال وحير الشيخ عليه رحمة الله سيرة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه طريق ديسي أخرج ابن سعد باسو ساري عن ابن عمر يا وعائشة يا وابن المسيب مسيب يا ذا وانا لكر دبا وانا لهوس دبا مسيب يا ابن المسيب لابد بولي هذا والتابعي وين ابن المسيب كاسي وحونا قبي أبو هريرة قبل ديسي إيا وغيرهم دخل حديث بعضهم في بعض دخل حديث بعضهم في حديث بعض يعني حديث كعاشا يا ابن عمر يا ابن مسيب وسلحق القلي يعني حديث يعني حويا حديث كان صدق أنت بويسكول إليه ويا معنه قالوا محير أهذين بويع أبو بكر الصديق أيا بيع على القلي بل انتبال قاضي يوم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك النبي محمد لنتي ايا بيعدي ابو بكرنا اي دعدي يوم الاثنين مال اثنينها اي اهد مالك النبي غدنتي عليه السلام ابو بكرنا بيعدي سي اي دعدي يوم الاثنين الاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر الربيع الاول بشهر الربيع الاول يرهد اللبي يتمنها من باخلت كتكتك يعني بشه اللي بيتمين بقى كتكت مركب بشه من سيهايت اللي بيتمين بقى تكتب الوري والله بيتمنون دي بشه اللي بيتمين عشاء انا قتكت كلها نقول هذا وما لك لو تنبقى نجوك نادي يوم الاثنين اثنتي عشرة الليلة خلت من شهر الربيع الاول بشه والله بيتمين عشاء اي تكتي يعني لو تنبقى عشاء انا نفتي سنة احدى عشرة من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجرة النبي عليه السلام oo laga joogay 11 ta koob iyo 10 sano laga joogay hijrada nabiga kaleeyhi salaam ama sanadkan kale ee la tirsado kan miilaadiga diiraahdo inay sheegana taariikhdi ay yiraahdeen taariikhdi nabiga ciisa kaleeyhi salaam culimadu wax alla wax ka jiray ma jiray kulay nabiga ciisa kaleeyhi salaam dhalashadiisa inta laga joogay waa been waana taariikh qalad aha hatta qofku inuu taariikhda wax lagu tirsaday qalad waa weyn ba soo galaya oo sanad kasta sanadka islaamka imse ka horayaan iyagu imse cashay dheriyeen koobiyo tumas marka waxa weeyaan qofkii midalan qaangaarkii oo kale imse sanad lagu qaangaadha deshane tumku waa shane tumsan qamari ah haddii ku tirsato tan kale lix bilood bay dheeraan marka tan iyo shane tumankii sanadood marka qofkii oo qaan gaaray lix bilood ka hor ayaa salaadii wax laga yaabaa inuu kan inuu onsoonkii soo meenin marka ahkaan badan baa ku jabeysa meeshii ahkaan badan baa meeshii ku jabeysa taas waa mid dadka xataa midna dad shaqaalaha dawladda ee mushaharka qaata saddexdii sanadood ba maxaa ku dhaafay iyagana bil mushaharkeed oo sanadkan sanadkan dad lagu qaadan lahaa sanadkan imisu dheer yahay 12 dheer yahay de sanadkan 12 cishka kala 12 cishka kala 12 cishka waa misaan taasi bil dhan mushaharkeed ba sanadkan laga saddexdii sanad mar ku dhaafaysa marka fasad badan ba ku jira taariikhda islaamka dhabtii waa tan sanata 11 min muhaajir rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam wa kaana manzilu siddiq gurigiisu wuxuu ahaa bisunhi meesha sunhi la yiraahdo ayuu degana aan soo dhaafnay
عند زوجته حبيبة بنت خارجة بنت زيد بنت أبي زهير من بني حارث بن الخزرج هل كاس ولد جنا حاس كاس حاس عصبيا كما عاش هذا الشيء مكان مقالة السنح مقالة آد وقبل مكان مقالة آد وقبل يرد يرد ويا كدر وسنة مقالة المدينة هل كاس ولد جنا وكان وحوها أبو بكر قد حجر كي يعني انفراد قال انفرد قوني بنقضي عليه حجرة مقسم أيو قوني لنقضي مقالة داس سنحي داس مقسم كاسو كسم إسلام من شعر يعني تمو كسم إسلام بقر مركا مقسم بمقالة داس سنحي دا كسم سوى مالي يرو تاق يرو كرد يرا كبع سنة مقالة دا مدينة هل كاسو دقنا كل كيريد النبي قد عضي عليه السلام فما زاد على ذلك مون كزول إنه هلك أندجناذو حتى تحول إلى منزله بالمدينة إلى المدينة كسوري جحاس كي مجالدي وكلها مجالد المدينة فأقام وحكنا جاذي أبو بكر هناك هلك هرو أندجنا بالسنح بعدما بويع له ستة أشهر لح بلاد أيودجنا جريد النبي كتب عليه السلام يقضوا على رجليه إلى المدينة ومن بادية كبحس المقالة ده كدر مركا مدة وقت أجرة ولوين جري مركا لب كتك جري كجنة ابن جري انت بضن وربما ركب على فرس له مرمرنا وحلقة يابا انه فرس وكور جري فرس وربما ركب على فرس له ومرمر لكن انت بضن لب كتك جري لقنا وكجنة ابن جري وهو خليفة وعليه أبو بكر محمد سيلان جري إزارون قلنا طير بوتي إيه والرداء قو دشكو ديو ممشقون يعني ملون باللون الأحمر ممشق وحوي يعني ماذا عسانها لها مركا ممشق رنجي إسناء ماذا عسانها بولها أدو قلنا طير قو يرو هوستكو وتي إيه قو دش إسكا ساري بوتي ولقنا وكذي من جري لقنا وكتك جري انتبضا فيوافي المدينة مقالة المدينة ومن جري أو فيصلي الصلوات بالناس ذاتكو صلاة لها تجن جري فإذا صلى العشاء قلكو السبحي ماذا صلى العشاء مركو عشاء تكذو رجع إلى أهلي بكون قجر بالسنح هلكا السنح دقنا قرية ذاس أي يكون قجر عشاء مركو تكذو فكان إذا حضر مركو أبو بكر يمادو صلى بالناس ذاتكا ساقا تجن جري وإذا لم يحضر حدي مرمر وحكست أنتو دعابة وإما وينا صلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما تجنجري مركتنا محينو عدين هيسا صلاة يمساجدك وإنو ليه إمام راتبة واضح لكن كيسو قال إذا هدو قالو أما مسجد كيبا وح إمام هكا هل قرن وايو هذا خلاف السنة وخذونا نبيقو خلاف السنة نبيقو أنتو نولا أردن يا إمامها نبيقو بها عليه السلام أو بكر أنتو جيوغو أنا أساقهم با إمامها حدي لواينا عمر لكن مالو عيد كاستاي قشو ما اهين كاين مسجد كي مفتوح لا قدغو او واخا امام لا غران واي هذا خلاف السنه قال مرك وحير فيصلي صلوات بالناس فاذا صلى العشاء رجع الى اهله بسنح فكان اذا حضر صلى بالناس واذا لم يحضر صلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وكان يقيم يوم الجمعه مالك الجمعه ذا وحوها رضي الله تعالى عنه كي جوغا في سدر النهار الى برقدة أيها بحلكي بجوج جرب بالسنح كلكو عشاء مثل الجمعة وتكذو ونقضوا إلى صلاة الجمعة كهر برقلا صورنا وحيسك جوج جري حافديس وكان يقيم وكان يقيم يوم الجمعة في صدر النهار بالسنح مالك محوق بن جري أنت ومقيه هاي مالك الجمعة يصبغ رأسه مدحيس حنن جري إيو لحيته قركيسة ثم كذبنا يروح وسوك يسو يعني وسو معرابة تاني يروح معرابة تاني وجمعة دي كورد وسو يروح لقدر الجمعة يعني يروح أبو بكر رضي الله تعالى عنه وإيمان جري لقدر الجمعة سيودك يعني صلاة الجمعة ميقات لقدر يعني لوقت الجمعة لقدر الجمعة يعني لوقت الجمعة أي إيمان جري أو فيجمع بالناس ذاتك أي صلاة الجمعة تجنجري ونقود بدنجري وكان رجلا بوها عليه رحمة الله تاجرا تاجر بوها وقت النبي عليه السلام يكهربا
فكان وحوها يقضوا كل يوم السوق ما لنك السوق تجري فيبيع وحبو إيبن جري ويبتاع وحبو إيبن جري ويبتاع وحنو إيبسن جري وكانت له وحولها رضي الله تعالى عنه قطعة غنم إن يرى أريئة قطع يعني حير إن يرى أريئة هابولها أو تروح عليه همينك كسه ينجرتي أريئر نولها تجارير نولها وربما خرج مرمر وحلقة يا بائنو بحو أسقو هو أسقو أو بكر نفسه نفسي سفيها يعني مرمر أسقى أريئة راع جري وهو خليفة أرجع سمان كاسر الله سوجوجي أسرع مال لو كنت تنتقي بوجين هيا همين كنا سرع سو حرين وربما كفيها مرمر وحلاج يا باين لقى دحمره وهاك وسق أرجع كرع لها إن لقى كافي ولد أنا كمان تكرع يسكدا فروعيت له لا صرع وكان وحوا بكر رضي الله تعالى عنه قبل الخلافة أنتم خلافة قبنين يحلب للحي أغنامهم كرتي قارن أرجع يقول سجري أبو بكر بقول سجري أرجع فلما بيع له بالخلافة قلت خلافة اللو لما بيع قال الجاري باطل من الحي الآن لا تحلب لنا منائح دارنا حي ما قشان انك عليك ليس جري وعلى علي مساري واضح مركز تري امك ايا اريد ان بيع نولي سيدونا فسمعها ابو بكر رضي الله تعالى عنه بمقلي فقال وحيري بلا مي بيري لا عمري بن كدرتي لا أحلبنها لكم إلهي بن كدرتي وان إذين لسي أو وان إذين لسبيل وإني لا أرجو وحان رجين بير الصديق ألا يغيرني إنون إبدلين وهذا العجيب هذا الكلام ألا يغيرني إنون إبدلين ما دخلت فيه وحنا قلي وحو قلي ما حي خلافة عن خلق كنت عليه أخلاق وناكسن وتواضعهم كسوغنا إننا إيقب بدلين بيورين تاسا رجينا يا سيديهم بين نقطي فكان مركا محوها يحلب لهم وقل سيجي أريقا فربما قال مرمر بكور جرسك الله صفاده يا للجارية قبلنا يرد أريقا الله سيسلق قبان هيسا يا جارية أتحبين ما وحاج عشايا أن أرغي لك أرغي وحين كل الله اللي سيئ لك يا محي حارك حور مكاغا كعيا حنبا مكا كعيا او اسرحا مثل حنبا دوان كده يوحان كده يوحان محي عانا عادر لي مكاغا لي بان كاغا ديغا مثل حور بان كعيا فربما قالت قبل دي المرمو الكورن جرتين ارغي حور كعي وربما قالت سرح ما يردي اوني قدق فأي ذلك قالت فعلا خلب بسي طلبتبو يو قدق جري عليه رحمة الله وهذا من تواضعه een wuxuu galay inuu sheegana waan sidaa uu sheegana waa inii la arjudi uu yiri sidii uu Ilaahay uga dhameeyay jalla wala een ismana bedelin baynama aliyo maanta ninka ugu wadaadsan yaa haduu maanta in yar uu adduunka gala ama mansib uu galo ama uu qabto ki ataqaniba ma aha waadhu tabciisa isbedeli akhlaaqdiisa isbedeli dhaqankiisa isbedeli waana ansab yani ahqar shay wax ugu yar uu qabto والصديق رضي الله تعالى عنه وخليفة المسلمين إن لم يتغير عليه رحمة الله وامتحان كدبتين وكاس كلكم أنتم قفكم وحلقوا امتحانا أكسوا بحضة وهذا هو الامتحان الحقيقي فأي ذلك فعل فمكث كذلك بالسنح ستة أشهر لحبلات أي صدا كل ما يستي سيصعد يصعد يحويا تجارة يساو كجرو ثم نزل إلى المدينة مدينة يمد فأقام بها وجوغي ونظر وحو أغي في أمره أحواشي سمرك قياسك سيصعد سيصعد يدى أمد دير نظر سوغيسا فقال حور الله والله سيدنا كسو عن ميسارنتو ما يصلح أمر الناس التجارة قنع سيغنا وضوئنا جوجيو وما يصلح لهم أمد دنا يعني أمه هبونا إلا تفرغوا إن أعماشا كتفرغوا وأن أسباب تيدي بيت الملك سورجيو إيا والنظر في شأنهم أحواش أمدا إيا والنظر في شأنهم أحواش أمدا إيجتان كادو إيا تجارة دي نسكس عن ميان مركو حييري وحلو بانيا ومحي إيا وما بد لعيالي يعني وما شيء بد لغا مرمان أي تهي لعيالي ومما يصلحهم وحاها جاجين أهيان
marka umar xusayn xusayn iyo sidiiq fataraka tijara wastanfaqa wuxuu ka talbay ka istinfaq wuxuu ka nafaqa talbay biilkiisa halkay marka saaray min maalil muslimina baytul malki muslimiinta ila nuurinta muslimiinta soo tafarruqay marka asbaabtiisa wuxuu saaray iyo wama buddun li ciyali waxa reerkiisa laga marmaanka u aha min maalil muslimiin buu saaray ayuu halkaas yaani ayuu marka xilki ayuu nafaqadiisi ku ekeysiyey qaala wuxuu yidhi wastanfaqa min maali lmuslimiina ma yuslixuhu wax asaga markaa ku filan wayuslixu ciyaalahu iyo ciyaalkiisa yani ku filan yowman biyowmin yani biilkiisu muxuu aha maaha sanad inuu soo qaadanhayay laakiin maalinka cadceedu soo baxdo afar iyo ilayaa maalinka 12 saacadood ayaa biilka laga soo qaadi jiray baytulmaal muslimiin biri ma aha waa maalinka yowm biyowm iyo wayaxuju wuxuu xajka ku tago iyo wayactamiru cumrada uu ku tago intaasuu baytulmaalka ka qaatay wa kaana aladii faradu lahu waxaa saxaabadu ay u qadareen ay uga qoreen baytulmaalka kulla sanatin 6000 dirhamin 6000 oo dirham lacag aad u yar falamaa xadaratu lwafaatu markay geeridii ku timid abubakar qaala wuxuu yuruddu maa cindana min maali lmuslimiina baytulmaalka wixii aan ka soo qaaday gurigaya la hala celiyo fa inii laa usiibu min hada almaali shay-an xoolaha anigu waxba kama qaadanhaye wa ina ardi alatii bimakaani kada wa kada dhulkii iyo jagadii buu yidhi aan halkaa iyo halkaa ku lahaana lilmuslimiinan siiyo waqfi uga dhigay oo muxuu saa u sameeyey bimaa asabtu min amwaalihim intaan khilaafada haya baytulmaalka waxaan ku cuni jiray yaan intaa u dhigay intaasin intaa yaani waxa weeyaan yaan uga jaray fadufica dalika ilaa cumara markuu dhintay baa dardaaranka iyo dhulkaa waxaa loo dhiibay cumar iyo waluquxun waluquxun waa hal irmaan hal irmaanna uu ka tegey iyo wa cabdun addoon buu ka tegey sayqalun seefaha soofeeya seefaha ayuu soofayn jiray iyo wa qatiifatun qatiifat qatiifat macnaheeda waa maxay sijaayad oo kale waadix maa yusaawi aan u dhigmaynin qiimaheedu 5 dirahima abubakar oo ka talin jiray shaam iyo ciraaq iyo 7 dowladeeda khaliijka loo yaqaano maanta iyo yeman ayaa wuxuu ka tegay waa intaas calayhi raxmatullah waa qatiifa daayar hal irmaan addoon iyo jagadaas uu iyadana waqfi ka dhigay faqaala cumar baa wuxuu yidhi kolkood yaani arkay wuxuu cumar wuxuu abubakar ka tegay laqad atcaba man bacda abubakar wuxuu daaliyey ciddii ka dambaysay yaani isagao kala noqon karaya qaal wuxuu yidhi wastacmala abubakar radi allahu tacaala canhu cala alxaj sanadkii xajka xajkaas ayaa wuxuu amiir ka dhigay sanata 11 sanadkii 19 cumar ibnu khataab radi allahu tacaala canhu buu amiir ka dhigay uma actamara abubakar radi allahu tacaala canhumaa cumraysa fii rajab uu cumraysa sanata 12 sanadkii 12 waana markii u horreysay uu abubakar yimaado maka geerida nebiga kadib calayhi salaam fadakhala makata buu galay daxwatan waqti barqa ah ayuu soo galay fa ataa manzilahu gurigoodii buu yimid waabuu quxaafata jaalisun calaa baabi daari daaraddana waxaa fadhiya abu quxaafa aabihii macahu abu quxaafa fitiyaanun caruur baa la joogtay axdaathun dhallinyaro aha yuxadiiduhum wuu u sheekaynhayay ilaa an qiila lahu waxaa abu quxaafa lagu yidhi haada bnuka waa kan wiilkaagii fanahada wuu sara joogsaday qaa'iman fanahada yani wuu isdhaqdhaqaaqay si uu u sara joogday qaa'iman kolkuu adiga sidaa u sara joogsaday wacajala abubakrin an yuniika raaxilatahu fanazala canha wahiya qaa'ima abubakar kolkuu gurigoodii yimid ee aabihii wuu indhala aabihii lagu yidhi waa kan wiilkaagii buu kacay marka abubakar radi allahu tacaala canhu wacajal wuxuu ka degdegay inuu hashii fadhiisiiyo uu ka dhaadhaco markaasuu ka soo booday awrka dushiisii fajacala yaquul marka abubakar muxuu lahaa yaa abati laa taqum aabaha kicin fadhi fadhi awrkii markaa iyo hashii uu saarnaa
oo taagan buu markaa kasoo dhaadhacay. Wafii ixtiraamu lwaalid, qofkii un waalidka ixtiraamo ka xishoodo yaa meesha ku jirta. Walaakin maanta inaka mawaasiintiiba ay naga dhimanba qof la ixtiraamo iyo qof aan la ixtiraamin baban inoo kala cadayn. Qofkii waxaa arkaysaa dadka masaajidkii u macaan, maasha allah, ababta dhadeedi malabiska ahaa, jaarkii u macaan, shaqaalihii la shaqaynaya u macaan, caamatunaaskii u fiican. Laakiin markay arrintu noqoto aabihii iyo hooyadii iyo reerkiisii iyo caruurtiisii waa qof kale, bila naxariis aha, bila raxmad aha, maas uunahay jeer dilal iyo dagaal baynamaad arkaysa dadkana malab buu u yahay, reerkiisana saasuu u yahay. Marka hada min adulm, dadka kugu awleysan waxa weyaan ixtiraamka waa dadkan kugu xaq leh. Waxaana kugu xaq leh waa abbaha iyo hooyada iyo islaantada iyo caruurtaada iyo wixii lasii halmaala. Qaala, wuxuu yidhi, facajala abuu bakrin, ayaa kasoo degdegay, an yuneekha, inuu fadhiisiya raaxilatahu, inuu fadhiisiyuu ka degdegay, fanazal canhu, wuu ka dhadhacay, wahiya qaaima, hashiyo taagan, fajacala yaqulu yaa abati laa taqum, thuma kadibna laaqaahu, wuu la kulmay aabihii buu markaa la kulmay, kulkuu soo dhaadhacay, faltazamahu, markaasuu ku degdegay, wa qabbala, wuxuu ka dhuntay aabihii, bayna caynay abi quxaafata, halkaa labadeenoo dhexdoodu aabihii ka dhunkaday. Wajacala sheikhu abii, wuxuu gudagalay, yabkii, inuu ooyo, faraxan biquduumi, wiilkiisa u yimid farxaddeeda awgeed. Wajaa ilaa maka, ayuu markaa abubakmaka maku soo galay. Wajaa ilaa maka, waxaa magan maka soo galay oo ka baxsanaa baadiyaheeda joogay. Cataab ibnu usayd, saxaabiga la oran jiray oo nabigu calayhi salaatu ullahi wasalaam magaalada maka uga dhigay amiir, wiil yaro dhalinyaraha buu ahaa cataabkaas, dhowray 20 jir, haddana nabiga calayhi salaam wuxuu mas-uul uga dhigay makata almukarama. Ilaa makata cataab ibnu usayd iyo wasuhayl ibnu camrin iyo wacikramata ibnu abi jahl iyo alwaxaris ibni hishaam, intaas oo magaalada markaa ka yaraha maqnaaba kolkay maqleen abubakar baa yimid, bay yimaadeen. Fasallamuu calayhi, abubakar bay salaameen oo maxay yidhaahdeen, salaamun calayka yaa khaliifata rasuulillaahi sala allahu alayhi wasalam, wasaafaxuuhu jamiican, wayna wala gacan qaadeen. Fajacala abubakar radia allahu tacaala canhu, wuxuu gudagalay, yabkii, xiina yadkuruuna rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam. Waa markii horeysa abubakar yimaada magaalada maka, markiiba da waxaa la xusuusan nabiga calayhi salaam iyo geeridiisii iyo firaaqii meesha ka dhacay. Qofka meesha ka baxay waa nabi maxamed calayhi salaam. Qofka maanta yimidna waa khaliifata rasuulillah, axabu nnaasi ilayhi wa aqrabu nnaasi ilayh. Marka dadkii mashaacir baa ku dhalatay xusuus kolkasta. Markaa fajacala abubakar yabki xiina yadkuruuna rasuula llahi sala allahu alayhi wasalam. Thuma sallamuu cala abi quxaafi, haddana salaameen. Faqaala abu quxaafi, wuxuu yihi, yaa catiiqu, waa wiilkiisii abubakar, haa ulaayi, raggan kula fadhiyaayi, almala'u, waa khawaas, ashraaftii weeyaan, ee fa axsin suxbatahum. Faqaala abubakar, wuxuu yihi, yaa abati, aabo, laa xawla walaa quwata ilaa billaahi, ilaahayn baa awood iyo xeelad lahayn, tuwiqtu, waxaa la ii xidhay, cadiiman min alamri, arrin weyn baa madaxa la ii saaray, laa quwata lii bi, awoodna aanu umalihi, walaa yadaani, gacmana umahaya, ilaa billaah, inuu ilaahay iigu gargaara mooyaane. Thuma dakhala, gurigii buu galay abubakar radiallahu tacaala canhu, faqtasala, wuu maydhay, oo wa kharaja, markaasuu soo baxay xagga kacbadii, wa tabicahu asxaabu, dadkiiba markaa saa usoo daba yaacay, ala daba orday, laba amiirkii waa khaliifadii, fanaxaahum, dadkiibuu iska dheereeyey, iga hadha buu yidhi. Thuma qaala, wuxuu yihi, umshuu calaa rislikum, aayar iska soo socda, xadiga daba ordaysan aniga. Walaqiyahu nnaas, dadkii baa markaa la kulmay, kolkay maqleen khaliifadii baa yimid iyo geeridii nabigu dhaweyda calayhi salaam oo meesa dejariid baa ahayd. Yatamashawna, waxay horsadeen, fii wajhihi, bay ka hor imanayeen dadku, walaqiyan, dadkii baa ka hor yimid, yatamashawna, iyagoo soo socda, fii wajhihi, yani wajahadiisa kaga hor yimid hortiisa. Maxay samaynhayeen? Wayucazuunahu binabiyi illaahi sala allahu alayhi wasalam, ninkii ka hor yimaadaayba wuxuu tacsiyeynhayey abubakar, waxaa laga tacsiyeynhayeyna nabiga calayhi salaatu ullahi wasalaamu. Wahuwa yabkii, markastoo nabiga lasoo qaadana isna calayhi raxmatullah, markaasuu uuhin ooyayey.
حتى انتهى إلى البيت إلى أيمد قريقي بيمد كعبدي بيمد فضبع الرداء قويسي بجيني قارسين دي حجاج تو حدان وكري أيو قرب كمدي فيها بنية قرب كمدي حني ساسو أدل ساري ثم استلم الركن جيب السلامي ثم طاف السبع تضبجر بطوافي وركع ركعتين أي ركوعي ثم انصرف إلى منزله قرقي سيبو كنقضي فلما كان الظهر كل الظهر كي قادي خرج وصوب حي هدنا فطاف أيضا بالبيت كعبد بكو طوافي ثم جلس قريبا من دار الندوة دار الندوة عربتي كشي جرتي بفريستي فقال وحير هل من أحد يشتكي من ظلامة أو يطلب حقا dad iyo dhan bay isugu yimid markaasuna hal yashtaki min dhulama hal ahad qaf majra yashtaki ka ashkatun haya ka aban haya min dhulamat min dhulamatin wa dhulmia yani qaf la dhulmiyay wa hakam maqan yahay majra aw yatlubu haqqan ama haq yani talbaya majra qaf dhulmi sheegan ama haqu ka maqan yahay fama atahu ahad qaf uyimada oo yiraahda ani waxba igu dhacay ان مجرو تانو واد قياسي كرتا مانتا فرق امدا اسلامكا يا امدا بريغا او دخهيا مانتا قفكم مدخويني متنا دو ايمان لها كا ورن سوياشه ددكه ودين لها انتو ميل سو فرينستو يا واخ شيغان يعني سيده روب كا لوغو دادن لها سيده روب هلكنا مكه او مهبط الوحي اها او انتا سو قفته كومانكم قف جوغان ايا لغلي هل قف او واخ شيغتا وهذا هو الفرق بيننا وبين صحابه رسول الله فما اتاه احد وأثنى الناس دكتور بأي أمان على واليهم قف كي والي جودي عتيب بن سيد كان صور دفن بخير بيكو أمان أد بيو أمان نكين أد ونكس نواها خير كأد وفي عن عليه رحمة الله عادلة ثم صلى العصر أيوت كذا أبو بكر وجلس مركز فريستي فودعه الناس ودت كي مركز مع السلامي ثم خرجوا النقضي راجعا إلى المدينة وكون نقضي فلما كان وقت الحج قالكي حجتي غادي سنه 12 حج ابو بكر بسو حجيه بالناس بلسو حجيه تلك السنه وافرد الحج حجكي سينا وحو كدغاي افراد وحجكي كليم بوو دح عمره بو كساري واستخلف على المدينه وحو دي عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهم حديث كان قال ابن كثير وحير امام كثير عليه رحمه الله هذا سياق حسن حديث كان يعني سياقي سوى وناكسن يهي وله شواهد من وجوه أخرى انت سو شاهدنا وليهي ومثل هذا تقبله النفوس أقبل إساء وتلقاه بالقبول إن شاء الله هل كمان تهينه وجوه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.